تعد الرياضة في الماء أسلوباً فريداً ينصح به الرياضيون المتخصصون لما له من فوائد عدة لا سيما في مسألة استشفاء العضلات. وهذه التمارين تكون بأكملها تحت الماء وتستخدم أو تستخدم فيها الآلات الرياضية المتخصصة فضلاً عن حركات الأيروبيك التي يمكن تنفيذها تحت الماء. ما كنت أعرف إنه هالنوع الرياضة تبذل جهد دبل. صحيح. متر المشي على الشط على الرمل. صحيح. جربتها، جربت الأكوا سبيني. أنا كنت من زمان أعملها أكوا أيروبيك. صعبة صح؟ حلوة جدا، صعبة بس حلوة جدا. وبتحس الفرق؟ أيوة. بدون ما تعرق وبدون ما يعني كل الأثار الجانبية المزعجة بالرياضة العادية غير موجودة في الأكوا أيروبيك. على كل حال خلينا نناقش هاي الرياضة مع ضيفنا من دبي مدرب اللياقة البدنية محمد فؤاد. محمد موجود معنا؟ موجود معنا، رح نسمع صوت بعدين بنشوف. أنا عرفت إنه هو موجود من الماء. صباح الخير ليث، وصباح الخير نور. صباح الخير. صباح المشاهدين كمان. أهلا وسهلا فيك محمد. لو تحكي لنا أول شيء عن علاقة الرياضة المائية أو الأكوا سبينينج تحديدا بالاستشفاء. طيب مبدئيا الأكوا سبينينج أو الووتر سايكلينج هي عبارة عن نفس ما أنتم شايفين الحين نص جسمي تحت الماي. نعم. قاعدين نستعمل السبينينج بايك اللي نقدر نستعمله كمان في المنزل او في الجيم، بس الفرق ان احنا تحت الماء. فشو العامل اللي يساعد على الاستشفاء؟ لان التمارين هاي تعتبر لو امباكت ورك اوت او اللي نسميها نحن التمارين ذات التاثير المنخفض. صحيح. بالذات على المفاصل الاربطه مقارنه بالتمارين احنا نسويها بالاسطح الارضيه نفس الركض او المشي او حتى القفز. فيكون الامباكت او التاثير على المفاصل اكبر او اعلى مقارنه بالماء. طيب محمد، ما هي فئات الاشخاص الذين يستفيدوا من هذا النوع من التمارين؟ سؤال جميل ليث. بخصوص الفئات، طبعا الرياضة هي مش محصورة على الذكور أو الإناث فقط، يعني حتى النساء الحوامل للعلم يقدروا يمارسوا الرياضة هاي. كمان الأشخاص مثلا اللي يعانون من السمنة الزايدة، الأشخاص اللي عندهم آلام بالظهر، هشاشة، عندهم أمراض الروماتيزمية المفصلية، كل هالأشخاص تقدر تستفيد من التمارين هاي. بس نعم. محمد مهمش نور، هذا حكيته مهم، آلام الظهر والروماتيزم. طبعاً. يعني أنا كان عندي آلام ظهر ونصحني الدكتور قال حالياً بس سباحة، ما تحاول تعمل مائية. جهد بالرياضة المائية. صحيح. خصوصاً شو تفسيرك؟ يعني الطب بيحكي شيء وأنت بتحكي شيء يا محمد، ضيعتونا. أنت لو لا 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 شوف، لو تلاحظ على شغله ليث، شو الميزه اللي تفرق التمرين في الماي مقارنه بالتمرين بالاسطح في خارج في الارضيات المسطحه؟ انت في عندك عامل انت في عندك عامل المقاومه، وعامل ايضا ان الماي قاعد يساعد الجسم انه يطفو الفلوتينج، فانت ما قاعد تحمل وزن جسمك كامل نفس ما انت قاعد تسويه بالاسطح الارضيه. طبعا الامباكت يكون اخف على الظهر، يكون اخف على المفاصل. محمد، الرياضات المائيه بشكل عام هل بنلاقي من بعدها نتيجه بموضوع اللياقه العضليه؟ وحتى هل بتكون لها تاثيرات لعضله القلب؟ طبعا يعني في فوائد الأكوا سبينينج لا تعد ولا تحصى، منها اللي ذكرتيها أنت يا نور أنها تساعد على تحسين التنفس وأيضا على شد العضلات وتنسيقها. وكمان في عندك موضوع جدا مهم اللي هو تصريف شو اسمه اللمفوي بالجسم، اللي هو يعمل على طريق تطهير خلايا الجسم من السموم والفضلات. فوايد فوائد
تحصليها من الأكوا سبيننج. طيب محمد، يا ريت تصنف لنا الرياضات المائية الأهم تدريجيا، يعني من الأفضل للشخص أو للجسم إلى الأقل أهمية. والله شوف، بنظري أنا أو باعتقادي السباحة يعتبر وبالذات في الموسم الصيف هذا it's a very good يعني alternative مقارنة بالناس اللي مثلا ما يبون يقضون أوقات داخل الجيم. بديل جيد يعني انهم يمارسوا الرياضه في المسبح. نور ذكرت من فتره ان ما يعني يوم هي جربت السبيننج حست انه ما في تعرق، ما في اجهاد، لان الماي اوريدي على درجه حراره 29 ل 30 درجه مئويه، فانت اوريدي في عندك تبريد، وكمان المقاومه في الماي والطفو الجسم في الماي يعطيك نفس عمليه او خاصيه التدليك، فما يكون فيك ذاك التعب. فانت مثلا انك تمارس، مثلا في ناس تمارس الزومبا، في ناس تمارس الكيك بوكسينج، في ناس تمارس الاكوا سبيننج نفس ما نحن موجودين اليوم. ف there are many types of aqua aerobics نفس ما نحن قاعدين نسوي الحين الاكوا سبيننج اللي هي جدا مفيده للشخص. على كل حال محمد، بدنا منك نصائح. تفضلي. بدنا منك نصائح للناس اللي حابين انهم يقوموا بهي الرياضه لاول مره وحابين انهم يجربوها. هي الرياضة جدا سهلة، يعني ما في أسهل من أنك تقعدي في السايكل وتقومي بالعملية هاي في الماي. عشان واحد ما يجهد نفسه وايد يعني يبدأ تدريجي، يعني ما يدخل. هو بالعادة الحصص تتراوح ما بين 45 دقيقة لساعة، وطبعا في إمكانية أن نسويها نحن بشكل فردي، وفي ناس يسووها يعني كمجموعة أسا جروب كلاس على إشراف مدرب. فأنا ما أنصح الواحد يدخل على طول في جروب، عشان تعرفي الضغط يوم مثلا أنت تكوني مع أشخاص وكذا وهذا، فتضغطي على نفسك بزيادة. فالواحد يبدأ تدريجيا، يبدأ لحاله في البداية، وبعدين شوية شوية يدخل في جروبات عشان يتحمس بزيادة. على كل حال محمد، طبعا الماء عماد الحياة، والماء هي على من اللياقة البدنية. قبل ما نودع محمد بدي أتمنى له كل التوفيق. أنا عرفت أنه هو عنده بطولة لكمال الأجسام الشهر المقبل، نتمنى لك كل التوفيق زميلنا محمد فؤاد مدرب اللياقة البدنية. شكرا. كنت معنا من دبي، بالتوفيق.